ايش فيه ويعافيه يده اليمين هذه ها ما ترى باس يا ابو علي. الله يرضى عليك جزاك الله ان شاء الله. الله يسعد صباحكم بكل خير مشاهدينا الكريم، ونقول لكم استمتعوا معنا وباذن الله تجدون الجميل والمفيد، وحياكم الله. حيا الله ابو صالح. حيونا تبقون الحاضرين والمشاهدين، بارك الله بالجميع. اخواني المسلم من سلمة والناس من يده ولسانه، ترى هذه الغرابيل والمشاكل تحبط الاعمال ويروح الانسان ويعني صفر اليدين. فالحمد لله يا اخواني، ذكر على وقت الصحابه وعلى النبي اللهم صل على محمد انهم قالوا يا نبي الله كثرت عندنا السبل، او كما ذكر بالحديث دلنا على امور، قال خل دائم لسانك رطب بذكر الله دائما، يعني ما في شيء مخصص، ولكن اذكار المساء والصباح اللي يعرفها ويختصرها، هذه قد يكون انها مثلا تقتصر عليها الوقت، فأنت افعل أكثر والله أكثر. يا أخواني الدنيا سبحان الله تدور بهلها، والدنيا هي الدنيا والشمس والقمر كما كان، لكن الخلق هذا ينزل وهذا يرحل، فالإنسان يعتبر بغيره. مثلا والله إذا زور مثلا الإنسان قد يكون أنه لابد أنه ينسب عادة الأمور ويسرح مثل ما يقولون، لكن أنت زر وين؟ المستشفيات وزر المقابر، قد يكون هتلين القلوب. فالإنسان يا أخواني لما إنه يمكن استفرد وصار متعافي يمكن إنه ينسى بعض الأمور، لكن يا أخواني الإنسان من مثلا اعتبر في غيره جيراننا، والله أنا اللي عديت من جيراننا بحدود أكثر من 40 نفر كل بهم خلال سنة واحدة، شيء عظيم سبحان الله، من كبار وصغار، لكن ما ينفقد للطيب. أردي يا أخواني يقول لمن هذا يأكثر الناس الطيبين اللي يموتون، طيب يموت طيب وبطال، لكن رعى الأعمال الطيبة هذا هو اللي ينفقد، اللي مثلا يجيب مثلا الفوائد والنصائح ومع الجار ومع الخوي والأخلاق الطيبة، تراها يا أخواني تبلغ مبالغ الصائم القائم. الأخلاق الطيبة يا أخواني ليس لها مثيل، والإنسان ما يضيع نفسه يعني دائما بأمور ما تنفع ولا يستفيد منها، ترى هذه مشكلة يا أخواني، لكن الإنسان يعتبر ويعين خير، وكل يوم لازم أنك مثلا تقوم بالأمور الطيبة، وربما أن الإنسان أن الله يعوضك ويأجرك إن شاء الله من جميع صواديف الأمور. فالإنسان يدعي له والوالديه والمن يعز عليه والجميع المسلمين والجيران والمعارف اللي يتوفوا، وقد يكون الإنسان الدعوة مثلا لمنه قال له كلمة إنها تعم الجميع، اللهم اغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، هذه يا أخواني دعاء جامع، فالإنسان مجامع الكلم هذه طيبة. أما المفردات قد يكون إنها خاصة، لكن أن تجمع المسلمين واجمع نفسك معهم وادع للأحياء والأموات وكن ما أطمن وخل الرخاء من بالك، لا تصبح مهتم وكل شيء. أنا يذكروني شباب إن الله يهدينا وإياهم يقول والله يا أخي هالدنيا هذه والله أنها مشكل، قلت المشكل فيك أنت، يمكنك ما تصلي، وترى يا أخواني اللي ما يصلي ترى تجيه أمور كثيرة وتتعبه، تجيه حلوم وهموم وغرابيل، يسمعوني يا الاخوان معاك يا طال عمرك، تجيه هموم وغموم، هذا اللي ما يصلي صلاه الفجر لا صلى صلاه الفجر فهو في ذمه الله، يكون مرتاح البال رايح، ولا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. الانسان يستعد ويكون الانسان مثلا مصلح وصالح مع الجيران مع العيال، يكون الاخلاق عاليه مع الاهل مع العيال مع جميع من مع جماعة المسجد، يدي السلام، وترى يا أخواني السلام هذا ترى تحل مشاكل. السلام إذا مثلا يصير واحد مثلا عنده وقفة نفس لا سلمت عليه يعني يرتاح شوي نفسيا، لو كان منحشر بعض الناس حال حين أنا عوايد الله يكافي لا سلمت عليه، قال هو يعرفني ولا ما يعرفني، يا أخي سلم على المسلم. نعم، واللي ما هو مسلم لا سلم عليك تراهم يجون وقال ويقلدون المسلمين، يعني تعطيف للإنسان وهكذا، سلام عليكم، عاد الله أعلم مقصده،
ثقل وعليك بالمثل مثلا. يمكن يقول والسام عليك لكن لا تظن إلا خير. إيه أكيد. خلي ظنونك طيبة. صحيح. مثلا وعليك، لا قال السلام عليكم قل وعليك. طيب ما أدري عن نيته، لكن أن تدعه وترى عرف لك اثنين هذول أخوان جو من الخارج، واحد جاء عند كفيل شرس وإنسان الله يدفع البلاء بس عينه بالدنيا، وهالثاني والثاني مرتاح النفس يقول المكتوب يجي واللي ما هو مكتوب يروح. سبحان الله، الإخوان يجوا من الخارج، واحد مسلم وواحد كافر. الكافر صار وين؟ الكافر صار عند واحد من الإخوان هذولا، والمسلم كذلك. كان المسلم صار عند هذا الرجل الشرس اللي كل يوم وش جبت وش وديت وين رحت، وأنا خابر الطريق هذا إنه أكثر، وأنت خدت أقل، قد يكون إنك قيل إن المسلم إنه والعياذ بالله تخلى من الإسلام وكفر بسبب الكفيل، بسبب الكفيل مثل ما قال أبو علي. الثاني والثاني كافر وصار عند إنسان هادي ووفقه الله وأسلم. بالأخير قيل إنهم جربوا بعضهم وصاروا عند بعضهم وكل أبوه مسلم وعينوا خير. فالإنسان يا أخواني يدعي بالخير ويبشر بالخير. سلمت الجميع. سلمت. بأخذ الميكروفون عنك أبو نايف لأنه تكلم عبد العزيز قدامك وما تقدمكم إلا بالطيب وأنت أطيب مني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.